السلام عليكم. اليوم غنتكلم لكم على هذه البياسه. هذه البياسه اللي كنسميها انا كليه البيكاج، او كاين اللي كيسميها بريز بيكاج ديال البي في سي، كاينه في البوليتيران وكاينه حتى في البي في سي. هذه البياسه هذه شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها هو ان مثلا ملي كيكون عندك شي قادس بحال هذا مثلا هنايا، وخصك دير له واحد الدار كانت ساكنه مثلا هذه، وخصك دير واحد البيكاج وتطلع شي قادس يكون صغير، مثلا ماكينه الصابون او السيفون ديال التسياق. هادي كنحتاجوه، الخدمة ديالها كتكون راها سهلة وفيها جميع العبارات، يعني كاينة من 75 وانت طالع 75 110 100 110 125 160 وكتخرج بالديبار الاخر الصغير هنايا، بحال مثلا هادي 75 50. داكشي اللي بغينا نوريها لكم هنايا راه هي كتكون مكتوبة في هاد البلاصة هادي، هي 75 50. والطريقة ديال الاستعمال ديالها كما قلت لكم، يقدر الانسان يكون مثلا عنده شي قادوس طالع هكا في جنب الحيط مثلا، يكون طالع هكا في جنب الحيط وكيبغي يدير شي ماكينة الصابون ولا لافيسيل ولا شي حاجة، مايمكنش كيدير يقطع حتى كيكون السكر فوق منو ويلقى مشكل، هادي هي اللي غتصلح. هادي كتجي بحال هكا كتلبس، الطريقة ديالها كتكون ساهلة، كتشد غير العبار فين بغيتيها تكون وكتشد لها وكتخدم عليها. والطريقة ديال العبار ديالها كيما قلت لكم كيما هكا مثلا، دابا هكا هي كتخرج كدير اساس هنا كود محلول كيما بغيتي فين بغيتي تبرونجيها. المهم الاساس ديالنا هو انه كتخدمها بهاد الطريقة هادي، ومن كيكون القادوس ناعس كتكون سهل، يعني ما تخافش عليها انها تسيل، ولكن ملي يكون القادوس واقف ضروري انك تركز على التراساج ديالها والثقبه تكون غير صغيره على قد القادوس، والكولا ضروريه. طريقه الخدمه ديالها مثلا غنقولوا حنا بغينا في هذه البلاصه هذه، كنجيبوا الستيلو كنتراسيوها بحال هكا، كنتراسيو البلاصه فين كاينه واصله من هنا ومن هنا، كنجيبو هنايا كنوصلو لهاد البلاصة هادي، ومن هنايا كذلك كنحلوها هنا وكنتراسو التقوى ديالنا هنايا، التقوى ديال الخمسة. من بعد ما كنسير كيما كتشوفو هدا هو التراساج، منين جاية منين بغات توصل، غتوصل حتى هاد البلاصة هادي، هنا خاصها تكون التقوى فهاد البلاصة هادي، يعني تكون فهاد العبار هادا. بالنسبة لهاد التقوى هادي أنا غنقول لكم واحد الطريقة لي كنخدمها هي أنا باش كنتقوى، التقوى كتجي من فين هي؟ أنني كنستعمل الماكينة ديال البيبيال، مكان بيبيال كبيرة ولا صغيرة المهم اللي غادي تدخل لنا اللي غاتقوم لنا، كنخليها تسخن مزيان، كنركبها بالغاز ديال 50 مثلا، هذا غير 32 وكاينه 40 وكاينه 50 و 63، كنركب لها الباليات كنخليها تسخن، من بعد كنجيبها كنتقب بها هذي كتسخن، كتدور هكا هكا كتخرج التقبة فين، ملي كتخرج التقبة فيني راه كتولي التقبة باش ممكن تدخل فيها القادوس، كتسخنها عاوتاني تاهو شي شوية وتزيد تسخنها شي شوية باش كتموت، كتجي بحال هكا. من بعد كتخون كتجي بحال هكا وكتركب لها القادوس ديالها، كدير لها الكبرات ديال القادوس، ومن الاحسن انك دير واحد المساله ملي كيكون القادوس هكا واقف ولا من الاحسن تشدها بالسلك هنايا، طاشيها بالسلك باش كتشد راسها على خاطرها ما كتبقاش شي في جوانها، ما كتديكش حتى راسها ديال الكولا كتجي مجوانيه مقاد. هذه هي الطريقه اللي كنخدموا دائما كما قلت لكم، الطريقه اللي كنخدموا بها باش كنبغيو نديرو شي بيكاج قبل، بس الا جيتي ديما ديرش هادي خصك تقطع ودير الكينوط وتقطع واحد الطرف وكتكون بزاف ديال الخدمه، ويقدر القادوس يقدر يسير لك مع المده، اللهم انك تخدم هاد الخدمه. وبالاخص كما قلت لكم الا كان في الحيط بحال هكا ما عندكش القادوس كيدير تجبدو مثلا كيكون بحال هكا، القادوس كيكون مزل جا البلاصه اولا مضروب لها مرطب وطلعت على الفوق وهبط لتحت، ما عرفتش كيفاش دير تجبد القادوس باش تقدر تخدم بشي كينوط، دير شي كينوط بسرعه في وسط من هاد القادوس. البياسه ديالها خدامه، نتمنى تكونوا استفدتوا، ولا عندكم اي تساؤل نتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر. الى اللقاء.